بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا انطلاق البطولة الجهوية لعصبة الشاوي دكا لكرة القدم لكرة الشاطئية. هذا الشطر الثاني اللي كاين. الشطر الأول كيلعب في سيد رحال وكاين الجروب الثاني كيلعب اليوم في جديدة. البارح كانت الانطلاقة في شاطئ سيد رحال اللي فيه 8 الفرق. البول ديال جديدة اللي غيتلعب في شاطئ جديدة فيه 7 الفرق. اليوم غيعرف الانطلاقة ديالو. كتجي هذه في إطار مشروع ديال الجامعة الملكية المغربية من أجل انطلاق بطولة وطنية السنة المقبلة إن شاء الله، اللي غتكون هي لا بيبينير ديال التقاء اللاعبين ديال المنتخب الوطني في المستقبل. واللي كيحضر معنا اليوم المدرب الوطني ديال الكره الشاطئيه، المدرب الجديد والاداره التقنيه الوطنيه. كنتمناو تكون انطلاقه صحيحه وتمشي في المسار الصحيح وتعطي داكشي اللي ما هو برجو منها ان شاء الله. السلام عليكم. معكم رشيد الرشام، المسؤول التقني الجهوي لعصبة الشاوية دكالة عين كرة القدم الشاطئية. كما كتشوفوا دابا حنا كنتواجدوا بالملعب بشاطئ مدينة جديدة اللي غتجرى فيه الدورة الأولى من البطولة الجهوية لكرة القدم الشاطئية. كما كيعرف الجميع بالنسبة هاد البطولة مقسمة على جوج الأشطر، شطر دكالة وشطر الشاوية. بالأمس انطلقت البطولة على مجموعة أليف بشاطئ سيد رحال، كان مستوى جميل بزاف. الآن يوم الأحد كنتواجدوا بشاطئ جديدة باش تكون مجموعة باء ديال عصعيد دكالة. بالنسبة لهاد البطولة الهدف منها هو بالأساس تطعيم المنتخب الوطني. كما كتشاهدوا وكما كيشوف الرأي العام بأن المدرب الجديد عمر سيلا الان كيتواجد معنا في المدينه الجديده مع اللاعب الدولي السابق والمسؤول على الاداره التقنيه الوطنيه نسيم الحداوي ومدرب حراس المرمى مجيد الخال. ما ننساوش باش نشكروا جميع الاخوان المسؤولين على التنظيم في شخص الرئيس السي عبد الرحيم مختاريد، السي الحاج بوعبيد، حميد نجار وجميع الاخوان اللي ساهموا معنا من قريب ومن بعيد. الان غتبدا المقابله الاولى بين فريق الدفاع الحسن الجديدي والشرف الجديدي بحضور مدرب المنتخب الوطني باش يوقف على مدى جاهزيه اللاعبين اللي غيمكن لهم يلتحقوا بالمنتخب الوطني المغربي. وشكرا. أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.